بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى ورحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المسائية المميزة، أمسية تراثية مميزة ولا أروع على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، أمسية السيارات، أمسية التحديات المثيرة. الكل حاضر بشغف وإثارة على أرضية ميدان الشحانية، الكل طامع بانتزاع السيارات، بانتزاع النواميس، بانتزاع نقطة ثمينة على أرضية ميدان التحدي. شوطنا التاسع لفئة الحقائق البكار، وهناك سيارة لاند كروزر بيك أب ينتظر احدى هذه الاسماء المنطلقة. الاربع كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الاسماء الكثيرة المتواجدة في مسار واندفاعة التحدي. نبدأ بعد المراكز، ومع الصدارة مباشرة تتواجد الصداوية لزيد بن محسن بن عبد الله آل نديله المري، ينطلق على القيادة وعلى الريادة مباشرة. المركز الثاني زخرفة لمحمد بن برقان بن مقاره الصارم، هنا حاضر في هذا التحدي متواجد بهذه الانطلاقات المسائية المميزة. ننتقل مباشرة إلى صاحبة المركز الثالث، تتواجد هيبة لراشد بن سالم بن حمد آل سنيد المري، يتواجد مشاركا على المركز الثالث. المركز الرابع، وصل المغامر، وصل الشرس الحاضر بحضور وقفة لسعيد بن بطي الزعبي الذي يتابع انطلاقة ومشاركة وقفة في موقع التحدي والمنافسة. بينما المركز الخامس القادمة، هنا مزبونة لجابر بن فهيد بن حمد بن زبدان المري شعار بن عفرة، حاضر ومتواجد بهذه المشاركة المميزة. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المنطلقة في دائرة النداء والإذاعة، في دائرة الصراع والنزاع من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. الكل حاضر، الكل يتواجد بهذه المنافسات المشرفة في هذا العالم الساحر. نرى المنافسة، نستمتع كمحبين لهذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة سباقات الهجرة العربية الأصيلة. نتابع هذه المنافسات، نتابع هذا التحدي الكبير. ونعود مع البداية، هنا زخرفة على المقدمة وعلى الصدارة، محمد بن بخيت بن برقان يتقدم الصارم، ينطلق بمسار المركز الأول باحث وطامع على الكثير والكثير من الإنجازات. نجم ساطعا دائما الصارم يتقدم على الصدارة. المركز الثاني، أتابع القادمة الصداوية لزيد بن محسن بن عبد الله آل نديله المري، يتقدم مشاركا منطلقا في هذا التحدي باندفاعة الصداوية على المركز الثاني. المركز الثالث، تتقدم هيبة بشعر راشد بن سالم بن حمد آل سنيد المري على المركز الثالث. المركز الرابع، المغامر يغامر، يتقدم باندفاعة وقفة على المركز الرابع. سعيد بن بطي الزعبي يتسلل بتسلل وقفة من المركز الرابع إلى المركز الثالث. وصل الشعار ملحام بن حبيبة، هذا الشعار الكبير شعار تاريخي له صولات وجولات في هذا العالم الساحر. يتقدم مع المسك راشد بن ملحام بن راشد بن حبيبة المري. هذه نتيجة للخمس النجوم المنطلقة والمتواجدة في موقع التحدي والمنافسة الباحثة عن الناموس. السيارة تنتظر عند خط النهاية، لاند كروزر بيك أب ينتظر عند خط النهاية. الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الخطير، لوحة حسم الأمور يصارم. زخرفة هنا تنطلق مع البداية، تحافظ وتسيطر على الصدارة بشعار محمد بن بركان بن مقارة، يتقدم ينطلق يسير نحو الإنجاز، ولكن وقفة. المغامر بدأ بالمغامرة، سعيد بن بطي الزعبي يتقدم مع وقفة، حاصل على السوبر هاتريك في هذا الصباح، طامع بانتزاع ناموس
الناموس والأروع في هذه الأمسية التراثية المميزة الصداوية. يتقدم زيد بن محسن بن عبد الله آل نديلة ووصل هنا بانطلاقة بتحدي بمسار الرسمي علي بن حزام الزعبي. معركة طاحنة في هذا التحدي الكبير، وقفة على الصدارة تسللت في هذا التحدي، تسللت بهذا الانطلاق المميز. المغامر سعيد بن بطل الزعبي، هنا الصداوية زيد بن محسن بن عبد الله آل نديلة المري، المركز الثالث أتابع هنا كرارة علي بن حزام الزعبي. معركة طاحنة، كرارة وقفة، الصداوية سعيد بن بطل الزعبي، علي بن حزام وزيد بن محسن بن عبد الله آل نديلة. الله 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 الله، كرارة كرارة في كر وفر من أجل الناموس ومن أجل السيارة. الرسمي يحقق هذا الانتصار، تهاني والناموس لعلي بن حزام الزعبي على فوز كرارة وتحقيقها للإنجاز. المركز الثاني الصداوية لزيد بن محسن بن عبد الله الانديلي، المركز الثالث وقفة لسعيد بن بطل الزعبي، المركز الرابع زخرفه للصارم محمد بن برقان، المركز الخامس الجزيرة لعبد الله بن علي بن حمد بن علي المري. هكذا مشاهدينا الكرام، مستمعين الافاضل، تابعتم معنا المنافسة والتحدي، فكانت كرارة حاضرة بهذا التحدي وبهذا المساء. 6 دقائق بدون ثواني، 52 جزءا من الثانية. تهانية والناموس للرسمي علي بن حزام الزعبي الذي حقق هذا الانتصار. المركز الثاني الصداوية، 6 دقائق بدون ثواني، 80 جزء من الثانية. تهانية والناموس لزيد بن محسن بن عبد الله الانديلة المري على فوز الصداوية وتحقيق الانتصار. المركز الثالث وقفة، 6 دقائق بدون ثواني، 82 جزء من الثانية. تهاني وناموس للمغامر السعيد بن